رحب بكل الموجودين معنا مواكبة منكم لهذا العمل اللي عم بيصدر هلا اللي هو باسم زياد بطرس على خط النار، لأنه قصدنا نحط الاسم قبل مش تفخيما للاسم، بس لأنه يمكن هيدي أنا كل مسيرتي الفنية من أول ما انطلقت من 25 سنة لهلا كان هيدا خطي خط النار، وهلا مثل إنه عمدته بهيدا السي دي الوطنيات الأغاني الوطنية اللي هلا رح اشرح شوي عنهم. ف وبدي اشكر كمان النقيب اللي استضافنا. بترجع لا ما استضافنا جميل، ما لنا جميل عم نعمل وجبتنا. الله يخليك، شكرا. ارجوك شكرا. ما لنا جميل. رح بلش بكلمتي، مع انه كنت حابب هيك كمان اعمل مداخله صغيره على اللي ذكره النقيب اللي هو القصه اللي صارت من يومين بجنوب واللي هي بتشرفنا كلنا، واللي هي اصلا منا غريبه. يعني ما بعرف، انا من يومين لهلا في كثير ناس انه هيك متعجبين، في علامه استفهام على وجههم، بحسها انه بالطريق انه العمل كيف صار هيك، انه الجيش بقوس. ايه يا جماعه، الجيش منه جمعيه خيريه ومنه كشافه ومنه اي شيء هيك يعني بسيط. لا، الجيش اللبناني مثل ما كمان كنت عم بقول قبل شوي بلقاء خاص انه هو ابن الشعب، الاساس هو الشعب، الشعب هو المقاوم. يعني نحن خالطين هلا المواضيع ببعض، انه عاملين الشعب والمقاومه والجيش بالقصص كلها اللي بنحكيها بيومياتنا، بس هي الانطلاقه كلها بتيجي من الشعب ومن الارض. أحسن. شعبنا كله مقاوم، عشان هيك عناصرنا بالجيش هن مقاومين. أحسن. والمقاومه الشعبيه انا بعدها تابعه كمان للشعب. احسنت. رح اقول من رحم المعاناه بيخلق الشعر والموسيقى. مظبوط انه نحن خلقنا ببلد ضمن هالامه يلي ضربها مرض خبيث وغده سرطانيه اسمها اسرائيل، ويلي ما رح نرتاح لا نحن بلبنان ولا بالمنطقه الا ما تنقلع هالجرثومه من شلوشه تنعيش بسلام حقيقي، مش السلام اللي خبرونا عنه الاستسلام، لا، السلام المظبوط اللي نحن بدنا اياه. نحن اللي طرحين للسلام، نحن اللي بنحب، نحن اللي عنا سقفه الحياه، نحن اللي بنحب الحياه، بس نحن بنحب نعيش بكرامه مش مذلولين بذل. كويس. اذا الله راد مثل ما عشنا الانتصارات بلبنان ان شاء الله بنشوف الانتصار الكبير وزوال المسميات دوله اسرائيل على ايامنا. مدعوه ما في شيء بعيد، لانه يمكن الزمن كثير سريع وعم بيسبقنا، وصار كثير احداث على ايامنا وكنا نتعجب. يمكن نحن بالسبعينات كنا نقول انه وهم انه تقدر تنتصر على جيش مثل الجيش الاسرائيلي، بس مع الوقت بين انه لا، هيدا الوهم اللي كانوا حاطينه براسنا هو زال. ونحن كعائله فنيه، مش عائله بطرس بس، عائله فنيه ككل بلبنان، مواكبه منا لحركه المقاومه ككل، كنا ورح نبقى نقدم الاعمال يلي بتبث روح الاندفاع بصوره واقعيه وبعيد عن البهوره والوصف الطبيعه. يعني بسمع مرات مثلا اغاني بيوصف الطبيعه، الطبيعه الخضراء خاصه يلي مش باقي لنا منها شيء بلبنان. فهالسي دي مؤلف من 8 اعمال موسيقيه غنائيه، منا الثوره ومنا الوجدانه ومنا الوطني. حب اشكر هون بهالمناسبه كل الاساتذه يلي كتبوا والهموني تلحن هالعمل هيدا، لحتى اللحن يتزوج الكلمه مثل ما صار بهالاغاني كلها اللي انعملت. بدي اشكر الاستاذ نبيل ابو عبده يلي كانت وما زالت مسيرتي الفنيه متواصله معه من 25 سنه، وكان له غنيه بالعمل اسمها اطلق نيرانك بهذا العمل. يعني بدي اشكر الاستاذ غسان مطر يلي كمان سبق وتعاونت معه بعمل بذكر منهم، يعني في اعمال كثير بس بذكر من هالاعمال عمل احبائي يلي اخذ ضجه كثير كبيره بعالمنا العربي اللي غنته جوليا. وهلا بهذا العمل كتب لي غنيه اسمها دموع القدس، وراح تكون من توقيع صوتي متواضع انا غنيتها. يعني بدي اشكر فادي الراعي يلي مؤخرا كتب اشياء حلوه كثير لجوليا، بذكر منها اغنيه على ما يبدو اللي نزلت مؤخرا، واكيد كثير اغاني وطنيه مثل انتصر لبنان ومثل المقاوم. وبهالعمل كمان كان له حصه كبيره لانه كتب 3 اعمال وهي اصد اثوره كرمال الشهداء وصيتي لكم. بدي اشكر كمان دكتور جهاد ابي خليل اللي كمان سبق وتعاونت انا وياه، وهلا بهيدا العمل في له غنيه اسمها هيدي فلسطين، لانه نحن بهذا العمل كمان مش بس متوجهين لقضيتنا بلبنان،
كمان متوجهين للقضية المركزية اللي هي قضية الفلسطينية. ففي أغنية بالعمل اسمها هيدي فلسطين، غير أغنية دموع القدس اللي أنا غنيتها. وأخيرا وليس آخرا، بدي أشكر السيد جواد نصر الله يلي كتب عملين بهالسيدي، وهن يا الزمن ومقاوم. من ضمن هالأعمال في عملين من أداء الفنان معين شريف يلي بوجه له تحية، يلي عنده إيمان كبير بهالقضية وبهالمقاومة. في حصة من الأعمال بهالسيدي بصوت المنشد علي العطار كمان الموجود معنا، بوجه له تحية، يلي كمان ومن زمان كتير حمل هم المقاومة بصوته. وفي عمل واحد بصوتي مثل ما قلت لكم بكل تواضع. ما في انسى الموزع ميشال فاضل يلي وزع هالاعمال الموسيقيه كلها سوا. كمان بدي اشكر سامي صعب شخصيا وشركه كليمانتين اللي هي صممت ديزاين السي دي. بدي اشكر الموسيقيين والكورس اللي تعبوا معنا، لانه هن جنود المجهولين بهذا العمل واللي تعبوا معي عن جد بهذا الشغل. كمان بدي اشكر المصورة الفوتوغرافية نادين أشقر اللي هي صورت عدد من الصور بالسيدي. وأكيد ما في أنسى الناس التقنيين اللي اشتغلوا، اللي هو آدي جزر اللي عمل الميكساج، وشادي سعد اللي عمل الماسترين. هون بكون أنا وفيت بحقي لهالناس اللي تعبوا معي بهذا العمل وضحوا، وبعتقد ما في ولا واحد منهم إلا ما كان مآمن. وهذا اللي حبيته بالشغل أنا، انه ما في حدا كان عم بيشتغل هيك انه بس انه كبزنس بهذا الشغل، كان مآمن باللي عم يعملوا باللي عم حتى الموسيقيين اللي عم بيعزفوا، الكورس اللي عم يغني، كل الناس اللي اشتغلوا بهذا العمل كانوا مآمنين بالقضيه. وهذا اللي نحن عم نجرب نوصله للبنانيين من خلال هذا العمل. المقاومه يا جماعه منا حكر على حزب، منا حكر على جمعيه، منا حكر على طائفه، منا حكر على فئه من شعبنا او من منطقه من من بلدنا. المقاومة هي بنت البلد كله. نحن من أقاصي الشمال للجنوب لازم كلنا نكون مقاومين. مثل ما قلت قبل شوي، مش ضروري كلنا نقاوم بالحديد وبالسلاح وبالنار. كل واحد من ضمن شغلته طبعاً. ممكن بالشعر، بالكلمة، بأي مهنة بيمتهنها ممكن يكون عم نقدم يعني خدمة للمقاومة اللي هي بتواجه هالعدو الإسرائيلي اللي هو كمان عم بحاربنا، مش بس بالسلاح وبالنار، بكل شيء. مؤخرا شفنا بالتبولة وبالحمص، أكيد هلأ نعطي مثال بسيط، بس أنه بكل شيء عم يجرب يحاربنا ويبرهن أنه هو له الأسبقية بهالمنطقة. لا، صراعنا صراع وجود، لازم ضلنا مستمرين بهالخط. وإذا قال راد أنا ببقى بهالخط ماشي قدام ولا ورا، مش فرقانة معي. مرات الناس بتخاصموا وين بده يمشوا، بأي خط، بالأول ولا بالآخر، مش مشكل. مهم أنه تمشي بهالخط وتآمن بهالخط. مواطن انه ولا مره رهنت على حدا منه حامل الهويه اللبنانيه. يعني هذا باختصار، عرفت كيف؟ يعني انا بعد انه نحن مقاومتنا من ارضنا، وما حدا بيدافع عنك الا انت بتجيبي حقك بايدك، عرفت كيف؟ فانا هيدي وجهه نظري بالنسبه ل الحشد اللي قلت عنه. انا بنظري انه الكمية مش المهم، مش عم بقول كمية والنوعية هون، لا، بس انه بقدي وجودكم انتو وكبتوني، انا بشكركم. اي لو كان في شخص كنت رح اعمل هذا المؤتمر، ولو كان في 10 ولو كان في 100 ولو 1000، مش مهم قديش بيجي ناس، مهم توصلي رسالتك. اذا انت قادر توصلي رسالة لكل المكان الموجودين، هذا بيقديني انا. ممنوني.